كاري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وصديق عزيز، وأن أؤكد على حرصنا المشترك لإدامة علاقات التشاور والتواصل، وخاصة في ما يتعلق بالتحديات المشتركة التي نواجهها ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم. هذا التشاور يأتي بإطار علاقة تاريخية صلبة، علاقة صداقة طويلة الأمد ومرة أخرى متجذرة في التاريخ بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية. وهذا اللقاء اليوم، هذه الزيارة اليوم تأتي قبل أن يلتقي جلالة الملك المعظم مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 24 من الشهر الحالي في واشنطن، وهي أيضا تأتي كجزء من سلسلة من اللقاءات التي يجريها جلالة الملك مع المسؤولين الأمريكيين على كافة المستويات. فقد كنا في معية جلالة الملك في واشنطن قبل فترة للقاء عدد كبير من المسؤولين في الكونغرس الأمريكي وفي مؤسسات فكرية وفي لقاءات مع الإعلام، ودائما نحرص على أن تكون هناك علاقات تواصل وتشاور بين المسؤولين في البلدين. الأردن يقدر عاليا مواقف أمريكا الداعمة للمملكة الأردنية الهاشمية. الرئيس الأمريكي أوباما وقع قبل يومين اتفاقية التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، أو ما يسمى بقانون العلاقات العسكرية، وهذا يقنن المساعدات العسكرية للأردن. كذلك المساعدات الأمريكية للمملكة الأردنية الهاشمية بقرار من تنسيب من الإدارة وقرار من الكونغرس لعام 2016 ستتجاوز 1,275,000,000 دولار، وهو أمر نقدره عاليا. وهذا يأتي كإدراك من الولايات المتحدة الأمريكية للعبء الكبير الذي يتحمل الأردن اقتصاديا واجتماعيا نتيجة عملية اللجوء السوري، ولكن أيضا تقدير كبير للدور السياسي الهام الذي يقوم به الأردن ليس فقط في المنطقة وإنما على الساحة الدولية. تعلمون جميعا بأن مؤتمر لندن الأخير كان محطة هامة، وكان دور الأردن هام جدا في إقناع العالم بأن هذا الموضوع، موضوع اللجوء السوري، ليس موضوعا اقتصاديا اجتماعيا فحسب، وإنما هو موضوع سياسي. فلا يوجد حل إنساني للأزمة السورية، وإنما يوجد حل سياسي يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية. ويقول الأردن دائما، وخاصة تصريحات جلالة الملك وتصريحاتنا جميعا احتداء بما يصرح به جلالة الملك، بأن الأردن يقوم بهذه المهمة النبيلة ويتحمل هذا العبء الكبير لأنه يؤمن بدوره في المجتمع الدولي، ولأنه يقوم بهذه المهمة نيابة عن الإنسانية جمعاء. ولذلك على الإنسانية المجتمع الدولي أن يهب لنجدة الأردن ولمساعدة الأردن، لأن الأردن يقوم بهذه المهمة نيابة عن المجتمع الدولي. وبالفعل كانت لندن محطة رئيسة بمفهوم أن المؤتمر لم يكن مؤتمر مانحين فحسب، وإنما مؤتمر للنظرة الشمولية لهذه المشكلة التي بدأت أوروبا أيضا تشعر بها مؤقتا، فهي بكل امتياز مشكلة دولية. وهناك تقدير كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا للعبء الذي يتحمله الأردن. هناك جهود مشتركة نقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والأردن في مكافحة الإرهاب والتطرف، والذي يقول جلالة الملك دائما بأن هذه هي معركتنا بشكل أساسي ضد خوارج العصر، معركتنا ضد كل من يحاول تشويه صورة ديننا الحنيف، وهذه المعركة تتطلب جهد مكثف وأيضا نظرة شاملة لهذا الأمر من كل الجوانب وتنسيق محكم بيننا وكل دول العالم. فهذه مرة أخرى حرب كونية بأساليب أخرى تنتشر في كل بقاع العالم للأسف، وتتطلب جهد عالمي للقضاء عليها. فالتنسيق بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية محكم ودقيق ومكثف في هذا الأمر أيضا.
نشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات مجموعة الدعم الدولية فيما يتعلق بالشأن السوري، لأننا نعرف تماما بأن الحل السياسي هو الحل الذي نصب إليه ونسعى لتحقيقه، فلن تنتهي الأزمة السورية بهذه الويلات التي نشاهدها على مستوى يومي من قتل ودمار وحرمان ومجاعة وأوبئة ووضع إنساني صعب ووضع سياسي أصعب. لن ينتهي كل هذا إلا من خلال تطبيق الحل السياسي، ولذلك كان هناك مسار فيينا الذي تترأس بالاشتراك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لوضع كافة القضايا على الطاولة ولإشراك كل من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الملف بهذا المسار الهام جدا. وقد عقدنا 4 اجتماعات نتج عنها عدة أمور هامة ومفاصل رئيسية، منها قرار لمجلس الأمن رقم 2254 الذي يحدد إطار المرحلة القادمة، وكذلك الاجتماع الأخير الهام في ميونخ الذي اتفقنا خلاله على إدخال المساعدات الإنسانية وعلى العمل بصورة منسقة لتعليق أو وقف العمليات العسكرية، أي بمفهوم وقف لإطلاق النار وصولا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وهناك تطورات على هذا الملف، أنا متأكد بأنه معالي وزير الخارجية جون كيري سيقوم بإطلاعكم عليها. نأمل أن تكون تطورات إيجابية لتعيدنا إلى المفاوضات التي من شأنها أن تحقق ما نطلب جميعا، وهو عودة الأمن والاستقرار والهدوء ووقف القتل والدمار في سوريا. تحدثنا في ملفات إقليمية كثيرة، موضوع ليبيا، موضوع اليمن، موضوع العراق، ولكن لا أغفل ولا بأي شكل من الأشكال بأن موضوع رئيسي تحدثنا به اليوم هو الموضوع الدائم وهو الموضوع البارز دائما، وهو الموضوع الذي يصفه جلالة الملك بأنه القضية المحورية الأساسية، وهي القضية الفلسطينية. بذل الوزير جهد مكثف عام 2013 إذا ذكرتم، وهذه كانت سياسة الإدارة الأمريكية بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وللأسف تم تعليق هذه المفاوضات، لكنه أي الوزير كيري لم يغفل هذا الموضوع وما زال يبحث معنا كون طرف أساسي. نقول دائما بأن الأردن ليس وسيطا وليس مراقبا، الأردن صاحب مصلحة عليا بتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأننا معنيين بشكل أساسي بكافة قضايا الحل النهائي التي سيتم التفاوض عليها. فلذلك هذا يمس بشكل مباشر أمن الأردن الوطني ومصالح الأردنية العليا، ودائما نتطلع إلى أي فرصة نتباحث فيها ونتداول في بلورة أفكار لإعادة الزخم لهذا المسار الذي سيضمن العودة إلى المفاوضات وتحقيق حل الدولتين والسلام للجميع والأمن للجميع في هذه المنطقة دولا وشعوبا. فقضايا كثيرة تحدثنا بها، سنتشرف بعد قليل بلقاء جلالة الملك عبد الله الثاني في العقبة، وأحيي هذه الصداقة بين بلدينا، وأؤكد وأركز على ضرورة الاستمرار في التنسيق المكثف. A hearty welcome to you, Mr. Secretary. Always a pleasure to welcome you here in Amman. Always a pleasure to see you. And I salute the friendship between our two countries. And I assure you of Jordan's commitment to this partnership. And Jordan's appreciation for and support. ويقدر دعمكم لدعمكم لنا كأصدقاء. Well, thank you very much, Nasser. شكرا سيد ناصر. You're a good friend. أنت صديق عزيز لي ولبلدي وحليف وصديق عظيم للولايات المتحدة، وخصوصا وعلى مستوى العلاقة الخاصة التي بيننا. وبالنسبة لي العودة إلى عمان، أنا سعيد برؤيتكم جميعا، وأريد أن أشكر جلالة الملك عبد الله ووزير الخارجية السيد جودة على ترحيبهم الحار واستعدادهم
الاردن الدائم للمساعده او محاوله حل مشاكل المنطقه الصعبه، سواء كانت المشكله السوريه او في العراق او تهديدات داعش او تحديات عمليه السلام في الشرق الاوسط.